في مباراة الزمالك بعد هدف التعادل بتاع نادي الزمالك، مستر ميشيل خاف او قلق ان ممكن البطولة تضيع، ولا كان عنده ثقة في لاعبي النادي الاهلي ومحمد الشناوي ممكن نرجعه وممكن نحقق الفوز؟ بعد ما تعادلوا كان حالة من البرود نزلت على افراد الجهاز عندك، وطبعا انا دايما بطبيعتي انا ايجابي، فكرنا في الجول اللي دخل، لكن شفنا بعد كده بين الشوطين في اوضه اللبس لقينا الكلمات المهمه او اللازمه، سواء من المدير الفني او من اللاعبين بينهم بعضهم يتكلموا مع بعض الكلام المفروض يتقال في موقف زي ده، عشان ما ننزل الملعب مره ثانيه اظهرنا وجه مختلف عن الشوط الاولاني، واظهرنا ان احنا مش خايفين من نادي الزمالك. في ذهن كل اللاعبين كنا حاسين ان احنا قادرين نحقق الفوز، كنا حاسين ان احنا هنكسب المباراه دي، وده انطباع، ده لما تكون عارف الانطباع ده انت كنت لاعب، يكون عندك انطباع انك هتكسب المباراه هتحس ان في حاجه هتحصل في صالحنا، برغم ان حسين اهدر مباراه اهدر فرصه في المباراه كان هو والجون في الشوط الثاني، بس برضو بدانا من اول وجديد بعدها، وكانت بتدينا قوه، كل فرص من دهدنا بتدينا قوه بترجعنا للماتش بشكل كبير، وكان في الاخر برضو عايزين نهدي لجماهيرنا الفوز والكاس واللقب اللي كان غايب عن النادي لمده 7 سنوات. الزمالك اعتقد العكس بالنسبه لهم، احنا كنا ذهنيا اقوياء جدا، وكنا مستعدين للمباراه، وكنا في دماغنا لازم نكسب المباراه. مستر ميشيل، وانت بتتكلم عن الجهاز الفني للنادي الاهلي وكلكم اسره واحده، وده بيبان كمان في الاحتفال، سواء النادي الاهلي احرز هدف او كمان في تحقيق بطوله، ايه اللي بيميز مستر موسيماني؟ بص، ترافايور، بيشتغل وبيحب الشغل وعنده شخصيه، وخد طبعا مخاطره كبيره بيتحمل مسؤوليه في وقت صعب، وعنده كان عنده عقد طويل المدى مع سان داونز، ومع ذلك ومع ذلك خد وخاطر انه ساب عقده جه تحمل هنا اعباء، وكان في تحدي كبير بالنسبه له ينتظره هنا، وساب انه يحقق لقب غايب عن النادي لمده 7 سنوات. وطبعا دي هو لما يكون بالتحدي لازم يكون على قد التحدي، لازم يكون على قد المسؤوليه اللي هو اظهرها، ونجح في الرهان اللي راهن عليه، وحقق كل المنتظر منه الجماهير، انه حقق كاس افريقيا، وجاء في وقت كان روني فايلا لسه سايب النادي وما طلبش اي حاجه لشخصه، وجي بس يشتغل بالظروف الموجوده، اشتغل عشان يحقق اللقب وحقق كاس افريقيا اللي النادي كان منتظره منه والجماهير كانت طالباه منه. وطبعا في انديه كبيره زي النادي الاهلي النتائج بس هي اللي بيتم الاعتداء بيها، وطبعا الكاس اللي حققه طبعا هو اشتغل على الـ يعني اعتمد على الشغل اللي كان معمول قبل ما يجي وكمل عليه وحقق المطلوب منه. الباقي فعلا طبعا الجهاز الفني ساعده، طبعا احنا كلنا بنشتغل كاسره واحده، كلنا بنساعد بعضنا، ولو ما اشتغلناش كاسره واحده عمرنا ما هننجح. كل الناس في النادي، كل افراد المنظومه في النادي بيشتغلوا في نفس الاتجاه، وده الشيء المهم جدا بالنسبه لي. لو ما اشتغلناش في نفس الاتجاه كلنا عمرنا ما حقق نتائج ايجابيه، استحاله، ما اعتقدش ممكن حقق نتائج ايجابيه لو ما اشتغلناش كلنا في نفس الاتجاه. وده اللي قاله الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي في الاحتفاليه اللي عملوها هنا في النادي للاعيبه والجهاز الفني، لما شكر ايضا ريني فايلر وقال مشارك لنا في الانجاز، كان معانا في بطوله الدوري وايضا في بعض من المباريات في دوري ابطال افريقيا. كابتن محمود الخطيب ودوره المهم بقى مع الفريق الاول في سفريات مهمه، سواء في الهلال السوداني المباراه اللي كان فيها ضغط وشحن جماهيري كبير، ايضا مباراه سان داونز هناك وكان ليها ذكريات صعبه مع لاعبي النادي الاهلي، مباراه الوداد في المغرب، ايضا النهائي الافريقي، وتواجده دايما ودعمه للجهاز الفني وللاعبين. بالنسبه لي ده رئيس كبير، رئيس نادي، رئيس كبير لانه دايما حاضر معانا ولعب دور كبير معانا، ده رايي الشخصي. خلق اسره كبيره، نادي كبيره، بالنسبه لنادي كبير صعب انت تشتغل غير ما يكون اسره كبيره،
هو ولازم يكون كأسرة يكون لازم يكون هادي في الأوقات الصعبة. وأنا شايف بوجهة نظري أنا بالنسبة لي هو يستحق يحقق كل اللي حصل حوالين دلوقتي بفضله، لأن مش حقق اللي وصلنا له ده إلا ما كانش عندنا قيادة حكيمة وعندنا رئيس كبير. لو ما عندناش رئيس كبير مش ممكن نحقق نتائج كبيرة، لأن ممكن بقرار أيوة أو لا ممكن يغير كل حاجة. لأن طبعا حاجة زي كده اشتهى كأنه بيت واحد أسرة واحدة والقرار كلها كانت مصلحة الجميع. إن يكون برضه فكرة إنه يكون حاضر معانا في الأوقات الصعبة بنحس إن إحنا مسنودين من رئيس النادي. في أوقات صعبة طبعا خاصة في أوقات صعبة يكون موجود معانا وظاهر معانا في الصورة. ونكون محتاجين في أوقات صعبة يكون محتاجين رئيس نادي يكون موجود معانا بيلاقيه معانا.